بالشكر الجزيل لكل من ساندنا ودعمنا من أجل ترجمة هذه الفكرة على أرض الواقع، وقد أصبحت حقيقة بعدما كانت فكرة يصعب تحقيقها. وأخص بالذكر عامل صاحب الجلالة على إقليم تونات والسيد رئيس شؤون العامة والسيد باشا مدينة قرية أبا محمد والمجلس البلدي للمدينة والمنتخبين والسلطة المحلية والحضور الكريم الذي أبى إلا أن يشاركنا في هذا التأسيس المبارك يعبر لنا عن دعمه لنا بحضوره المتميز. ولا يفوتني أن أنوه بالدور الكبير للأستاذ الفاضل السيد طيب أبدار الذي كان له الفضل الكبير في إعداد هذا اللقاء المبارك. أيها الحضور الكريم، إن القضية الوطنية اليوم أصبحت تتطلب منا من أجل تحسيس وتطوير وتوعية الشباب والناشئة بروح المسؤولية للدفاع عن قضيتنا الوطنية التي باتت أنال بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من المناسبات، كما وجب علينا كذلك إلى أرض الوطن الأم معززين مكرمين. ولا طالما عملت الدبلوماسية المغربية عليه ابتداء بالمفاوضات المستنسلة حتى توجد بالمقترح الملكي الذي يتجلى في وضع حل هذا النزاع المفتعل بمبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ودائم الذي سيعطي لسكان الأقاليم الجنوبية صلاحية تدبير شؤونهم كما يتجلى كذلك هذا المقترح السامي الرائي الذي تلقى استحسانا كبيرا من طرف المنتدى الدولي وكان اخرها تدمينه مؤخرا من طرف الولايات المتحده والمملكه الاسبانيه. فكانت الطريقه المثلى بالنسبه لنا هي خلق تنظيم داخل اطار قانوني يتمثل في الهيئه المغربيه لدعم الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبيه وحمايه التراب الوطني. هذه الهيئة المباركة التي تهدف إلى تحقيق تقدم على مختلف الأشعة الوطنية والدولية لدعم المبادرة الملكية السامية والجهود الدبلوماسية. كما أن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني اليوم كشريك أساسي للمؤسسات الحكومية من أجل النهوض بالمجتمعات والتوحيد من أجل تحقيق تنمية مستدامة والدفاع عن مصلحة الوطن، ساهموا بشكل كبير في تطوير قدراتنا وجعلها أكثر رطوبة
وبالفعل بعد عدة اجتماعات ومشاورات فيما بيننا خلصنا إلى بناء تصور قريب وبعيد المدى. هذا التصور كان عنوانه الرئيسي هو النهوض والمساهمة في طرح هذا المشروع الوطني على أرض الواقع. وفي الأخير خلصت اللجنة إلى ضرورة النهوض بهذه القضية الوطنية ودعمها داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك بخلق برامج تأطيرية وتوعية ولا سيما في وسط الشباب والناشئة بكل ربع المملكة الشريفة وكذلك أبناء هذا الوطن بالمهجر وداخل مخيمات الدول العربية تندو. وعلى العموم فإن فكرة تأسيس هذا السطح الوطني العظيم لم تأتي من فراغ، وإنما هي الروح الوطنية الفائدة المنبثقة من علاقة وطيدة بين الملك والشعب، ومن خلال هذه المعطيات يمكن إهماء تجربتنا المتواضعة السابقة في أوانها إلى الدفاع عن ممتلكنا عن مملكتنا الحبيبة بكل الوسائل المتاحة وبكل ما نملك من قوة وعزم تحت القيادة الرشيدة للملوك العلويين العظام ابتداء من مطلب التحدي الملكي الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تعالىهما ووالد سيدهما الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالكرم الحكيم. نحن الآن جنود مجندين تحت شعار الخالد الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأخ إبراهيم المرزوق المحارب السابق ومعقول الحرب. هذا الرجل الذي ترك نصفه على ميادين القتال فنصفق له ونازلت وطنيته فارقة، وهو اليوم على في هذا التأسيس صاحب الفكرة وصاحب المبادرة، فلنصفق عليه. والآن أيها السيدات والسادة أنا أقول كلمة لواحد آخر قادم من أقاليم الجنوبية، الأقاليم العزيزة على قلوبنا، الأستاذ أحمد بنعمة. تصفيقات على الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد باشا، السيد رئيس اللجنة التحضيرية، السادة والسيدات المحاضرين من مختلف أرجاء المملكة من الشمال ومن الجنوب من الشرق ومن الغرب، تحية أولا وطنية في هذا اليوم السعيد. نكون سعداء جدا أن نعلق اليوم الجنوب يعانق الشمال وأن يعانق الغرب الشرق في لحظة تاريخية من أجل يعني الترافق جميعا من أجل اكتمال يعني الوحدة الوطنية يعني والدفاع على القضية الوطنية والحفاظ على المكتسبات. أكيد أن المرحلة السابقة لها ما لها وحقق نتائج كبيرة، ولكن الغياب كبير على المرحلة القادمة. لا تفوتني فرصة في وسط بداية كلمتي أن أتقدم بشكل جزيل لإخواننا أعضاء اللجنة التحضيرية ومن خلالهم كافة يعني المكونات يعني السلطات المحلية والمدنية والإقليم تونات عامة وخاصة في قرية بو محمد على حفوة استقبال أولا على الترحاب الكبير اللي خصو علينا هذا اللقاء اليوم. ولعل المرحلة كيف قلت هي مرحلة كبيرة جدا ومرحلة دقيقة، خاصة أن فكرة تأسيس هذه الهيئة الوطنية للدفاع عن يعني الحكم الذاتي ودعمه وكذلك دعم يعني المجهودات الدفاع عن الصحراء المغربية، هذه فكرة سديدة، خاصة أن تعرفوا بأن المرحلة الفارقة كانت مرحلة حساسة والدبلوماسية المغربية حققت فيها نتائج كبيرة جدا. القضية الوطنية عرفت مجموعة ديال المراحل من شد وجد ويعني
بالتالي كانت خطوات كبيره جدا من حققتها الدبلوماسيه المغربيه، ولكن للاسف يعني على الصعيد المجتمع المدني لم يعني تحقق لم يرافق هذا التطور وهذا النجاح، لم يرافقه يعني نجاح على صعيد يعني الترافق خصوصا المجتمع المدني، خاصه ان الاعداء الوحده الترابيه كانوا يعتمدوا بالخصوص على هذا المجال في اتصالاتهم والتنظيمات والمنظمات والجمعيات خاصة الغير حكومية، بالتالي مما فرض علينا المجتمع المدني أننا نقدروا نؤدوا الدور ديالنا، وبالتالي فكرة تأسيس الهيئة كانت خاصة كتجي فكرة بالدرجة الأولى، وبالتالي ضد المجتمع المدني يقوم بدوره، كنتمنى أن الهيئة هذه تقوم بالدور ديالها لأن كنتوخروا بها وتحقق الأهداف ديالها، وأكيد أكيد أن هذه الهيئة فارقة في الحقيقة بخصوص هذه القضية هذه بخصوص المجتمع المدني. كنعرفوا جميعا بان الحمد لله الان نتائج جد كبيره في الدبلوماسيه الاخيره خاصه في المرحله الاخيره خاصه على الله نصوروا كاملين كان شي زوين دابا انا شادو غيب وحده على الله نصوروا نتائج حتى القضيه الوطنيه وخصوص القرار الاسباني والتالي انه حنا مرحله جديده مرحله هامه جدا وحده نستمروها على الصعيد المجتمع المدني والخدمه ندافعوا جميعا عن القضيه الوطنيه ان شاء الله للجميع على اننا شعبا ملكا وشعبا وحكومه ومجتمعا مدني جميعا من اجل القضيه الوطنيه، وان شاء الله نتمنى التوفيق للهيئه، وحنا جنود مجندون وراء صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. تحيه عاليه للاخوات والاخوان، تحيه عاليه للاخوان والاخوات اللي يعني تكبدوا على السفر من اجل الوصول اليوم لهذا هاد اللحظه هذه، وخلاو ما لهم وما عليهم، وبالتالي خلاو شغلاتهم خلاو بلادهم خلاو مجموعه الامور باش يكونوا حاضرين اليوم، ولكن النداء الوطني فوق كل شيء. ما كننساش ونشكر الاخوات والاخوان اللجنه التنظيميه واللجنه الانسانيه لا على صعيد قريه باب محمد ولا صعيد عمله ولاد اقليم ولاد ولا صعيد عمله فاس على المجهود اللي داروا على حفاظ الاستقلال. تحيه للجميع، نتمنى لكم السلام عليكم ورحمه الله. شكرا استاذ احمد بو نعمة على الكلمه الارتجاليه واللي قدم فيها العديد من الطريق اللي قطعته الدبلوماسيه المغربيه من اجل دعم الحكم التاجي للاقاليم الجنوبيه، وكان اخرها يعني ما قامت به الحكومه الاسبانيه في شخص رئيسها وألا وهو دعم هذه القضية الوطنية. إخواني الكرام، أمر إلى كلمة باللغة الإنجليزية لكي يصل صوتنا إلى خارج الوطن، إلى الذين ينطقون باللغة الإنجليزية وإلى الذين ينطقون باللغة الفرنسية. سنلقي كلمة بالإنجليزية وكذلك بالفرنسية ليصل صوتنا إلى خارج الوطن ويسمعه الكل. فالآن سأقدم لنا هذه الكلمة السيد سعيد قرزون، محارب قديم كذلك، ابن القوات الجوية، فليتفضل مشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قال أخ الخمار بأن هذه الكلمة بغينا نلقيوها باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة الفرنسية لكي تصل إلى خارج أرض الوطن. My word is cited by support of Moroccan Autonomy Initiative. Good morning, everybody, ladies and gentlemen. Hello again, everyone. Well, since everyone is here, it is my pleasure to welcome everyone and thank you
you all for coming today at such important assembly. I really appreciate you all for attending this important meeting. Before we get started to talk about Moroccan Autonomic Initiative, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously helped us make this event come together to become success. As you know, after 46 years of status quo, the time has come to take action in order to contribute and help our diplomacy and our governance toward a mutually acceptable solution within the framework of the United Nations. In these last days, the head of Spanish diplomacy stated that his country's position is in line with the United Nations Charter and the Chief Council resolutions. Spanish Foreign Minister José Manuel Álvarez said that by supporting Morocco's autonomy initiative, Spain wants to actively participate in the settlement of the Sahara dispute. He added also that Spanish governments must contribute to opening a political perspective to achieve a mutually acceptable solution to this issue that has been at standstill for almost 5 decades. If we do not get involved and help the United Nations Secretary